مصر هتفضل طول عمرها امانه. مصر جميله باهلها وشعبها ومحفوظه لا يوم الدين زي ما بيقولوا. احلى حاجه ان تلفزيون النهار عمل المسيره دي، وحقيقه قد ايه كانوا الناس مبسوطين وفرحانين بكل الموجودين. وبالعكس انا شايفه انه في، يعني هي السياحه مش قويه قوي، لكن انا شايفه انه في سياح عرب وفي سياح اجانب، حتى الكافيهات حتى المطاعم. بالعكس انا امبارح شفت حتى لو حتى على الشاشه باينه انه في دنيا زحمه، بس مش زحمه قوي الكاباسيتي زي الاول، لكن انا بقول ان شاء الله ترجع زي الاول واحسن كمان. بصراحه برافو عليهم، شابو. احنا جايين النهارده بنقول بلاش يا سيدي للعالم، بلاش لاوروبا، بلاش لامريكا، كويس، مع ان قناه النهار عامله شير مع قنوات عالميه عشان نحاول نوصل شكل البلد عامل ازاي. طيب، وبنحاول طبعا ان احنا ننشط السياحه الداخليه لاخواننا العرب، على ان في فنادق مفتوحه، في اسر كتير جدا جدا من الشباب هنا عايشين في شرم الشيخ وفاتحين بيوت، ولازم الدنيا دي تدور وتشتغل. ما هو صاحب الفندق هيعمل ايه؟ يعني يكون عنده مثلا كل فندق في اكتر من مليون او مليون وكسر مثلا من الشباب اللي موجوده في شرم، طب هيروحوا فين؟ اكيد انا من موقعي كفنانه تونسيه وكانسانه احتضنتها مصر، وبصراحه يعني البلد دي عملتني بكل حب وناسها عملوني بكل حب. من موقعي انا لازم اتحرك ولازم اعمل اي حاجه تخلي الناس تشوف، طالما احنا تحت صرح مهم جدا، صرح اعلامي زي قناه النهار بتوصل الاكشن بتاعنا وصورتنا وصوتنا للداخل وللخارج. Thank you.